كشف موقع فوتسور 7 الفرنسي أن فريق موناكو أبدأ اهتمامه بالتعاقد مع المدافع المصري محمد عبد المنعم في الانتقالات الصيفية، كما تداولت أنباء عن تقدم فريق جالاتا سراي التركي عرضا لشراء محمد عبد المنعم. ويرغب النمساوي أدولف هوتر المدير الفني لنادي موناكو في التعاقد مع محمد عبد المنعم ليعول عليه في قيادة الدفاع الفرنسي خلال الموسم المقبل. وألمح محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي عبر حسابه عن موقع التواصل الاجتماعي انستغرام إلى رحيله عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ونشر عبد المنعم عبر انستغرام فيديو له أثناء احتفاله مع جماهير الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا قائلا: سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء. ورفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مناقشة أي عروض تدريبية بعد قيادته النادي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وتمسك باستكمال عقده مع القلعة الحمراء. كما حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عن توجيه الشكر للإدارة التنفيذية بفروع النادي الأربعة في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بقيادة الدكتور سعد شلبي، والتي شهدت تنظيم وإدارة الكثير من الأحداث والفعاليات التي شارك فيها النادي سواء على المستويين المحلي أو القاري، فضلا عن افتتاح المشروعات الإنشائية التي جاءت جميعها على مستوى يليق بالأهلي وتاريخه.